المؤرخ وله باع طويل ومؤلف كتب كثيرة له في المقومات السياحية فيفا، ودنا تخبرنا أو تحدثنا نبذة عن المقومات السياحية في فيفا. طبعا أنا أستفيد منه بما أني مرشد سياحي، خليته على يميني. فحياك الله بارك الله فيك وأسعدكم، وحنا سعداء بهذا الاجتماع وبهذا اللقاء مع الوجوه في هذه القناة والمشاركين، حنا سعداء جدا. وطبعا مقومات أي عمل أو أي ما كنا يعني نتحدث الآن عن السياحة في فيفا، فالمقومات تخضع لاحتياج السائح. السائح عن ماذا يبحث عندما يزور أي منطقة؟ هو يبحث عن عدة أشياء. الأشياء الطبيعية عندنا يعني متوفرة من المكان، من المنظر، من الخضرة، من الجو، كلها متضافرة بحمد الله سبحانه وتعالى. استحضرت بعض الأشعار لأشخاص قد مضوا من 70 سنة أو 50 سنة، رحمهم الله وأسكنهم فسيح جنات. أولا الشاعر محمد علي السنوسي، شاعر منطقة جازان رحمه الله، يقول عن فيفا: لست فيفا أنت جنة، لست فيفا أنت جنة، تلهم الشاعر فنة، من رواب الخلد لون ومن الفردوس سحنة. وأما الشاعر حسن بن فرح الفيفي رحمه الله فيقول: وما فيفاء إلا روض عدن تهيم مفاتنها، تهيم بها القلوب، فأين الشام منها أين مصر، ومنها أين ذا اليمن الخصيب، عروس جزيرة فعلا تناها، إليها الحسن فهو لها قشيب. فهذه هي الطبيعة، طبيعة فيفا مقوماتها جالبة للسائح. السائح الذي يبحث عن المنظر، يبحث عن الجو، يبحث عن الخضرة، يبحث عن الغيول والوديان، يبحث عن الغابات، يبحث عن هذه الأشياء، فهي موجودة. التاريخ من قلاع ومن متاحف كلها متوفرة، وهذه من المقومات المهمة. التفت الناس أو مع تشجيع السياحة، مع وجود وزارة السياحة، اتجهوا إلى إيجاد المقومات الأساسية من الفنادق ومن الإسكان ومن المنتجعات، أصبحت لها أدوار وأصبحت تبرز، تحتاج فقط إلى زيادة دعم من الوزارة لهذه الجهود الفردية لإبرازها، ولتكون قريبة للسائح، يأتي ويقيم، يستطيع أنه يتعرف. لأن فيفا كما يقال، كما شبهها أحد المهندسين الكوريين، أنا أأتي بهذا المثال دائما، كان اشتغلوا في شركة الكهرباء مهندس، فسئل عن فيفا يعني عن تصوره فيها، فهو يقول فيفا مثل الكتاب، يعني من البعد تراها صغيرة، هي مجمعة جبال أو كتلة جبال، ويقال لها جبل كما تفضل الدكتور حسن، ولكن مليئة بالصفحات، يعني كلما أطللت على جبل وجدت خلفه جبل، فهي مجموعة صفحات، وصفحات مليئة بالأشياء المبهرة من الخضرة ومن المناظر ومن الأشياء التي تفرح القلب. 18 جبل. نعم، هي القبائل 18 قبيلة، وكل قبيلة كانت لها حيازة مستقلة. الآن مع ما نحن فيه من أمن وأمان الحمد لله اندمجت كثير من القبائل. عندي برضو قصيدة للوالد رحمه الله يصفها لأحد الأشخاص، فكان يقول: مدرجاتها، طبعا هي فيفا تتميز بالمدرجات، حتى كانت تسمى الحدائق المعلقة. أحد الرحالة القدماء من العهد الروماني أسماها
بالحدائق المعلقة مدرجات من سفح الجبل إلى القمة، وهي التي كانت تستخدم للزراعة وما زالت الآن هي وميزت الناس أنها تبني بيوتها، كل يبني بيته في مزرعته، فمن حوله مدرجاته التي يزرع فيها الحبوب، يزرع فيها الأشجار، الفواكه. فهو يصفها يقول مدرجاتي، يعني يتكلم عن فيفا، مدرجاتي بأنواع الزهور زهت، وبالفواكه من موز ومن تين، والدور من بينها تبدو لناظرها في سفحه، والذرى والقرب والبون، والطير تسرح ما بين المروج، وبالأنغام تصدح في شدو وتلحين، والسحب حاسرة والشهب سافرة، تخال تطفو على الغدران كالنون. سبحان من خصني من فيض رحمته بأروع الحسن في وضعي وتكويني. فهذه هي المكونات الأساسية في فيفا، وما زالت تحتاج إلى كثير من الجهد وكثير من الإنماء وكثير من المبادرات فيها كثير، مع الآن خدمها يعني السياحة، خدمتها، خدمها الإعلام، خدمها المرشدين السياحيين كموسى وأمثاله، وهم كثر والحمد لله. فهؤلاء الذين يبرزون، يأتي الشخص يمكن لفيفا ولا يدري يعني بأسرارها وبمكوناتها، ولكن مع السياحة ومع التعريف ومع يكتشف، يحتاج إلى أيام وأيام حتى أنه يلم بكل مكونات هذا الجبل ومكونات السياحة والمناظر الجميلة فيها. ونرحب وندعو من هذا المنبر بالأخوة الكرام وبكل مستمع ومشاهد لهذه القناة، فالرأي ليس كالسامع، قد نقول ونقول وقد نبالغ أو نقصر، ولكن الرأي هو الذي يحكم، وهو الذي، وبالذات من كان يحب المناظر ومن يحب الجو، وطبعا جوها على طول السنة. ترى ما عليك، أنا ماخذ عليهم عهد وشرط، بعد البرنامج إن شاء الله نجهز الباص على الديرة. ما شاء الله، ونحن نرحب بهم ونفرح بهم ونسعد بهم.